الحمد لله اش الاب رباني الحمد لله تعب عليا سفره عليا كاني كنت نروح نربي تري ولا كان كيديروا الدجاج في دارنا كان يخبي الكويس تاعي باليومين يخبيه هذا يقول له ماذا تاع محمد حتى يجي محمد. اول باي خلصها في حياتي اول باي 99000 خلصتها في حياتي اول باي كي طيت له هكذايا طيت له 90000 وديت 9000 كانت كيف تهضر هكذا قول لهم انا عندي محمد وسيدي ربي الحمد لله كي انا كي خاوتي كي خواتاتي معايا ما الحمد لله رب العالمين فما بالك تديه على جال بور فار بليزير طفام ولا حاجه تدي باباك ويماك دار العجازه مستحيل يعني بكل صراحه مهما يكون كره القدم اللي تلعب على الزوج تاع النهار في رمضان ليس بسهله نجوز عادي نورمال ما نتقلق ما نزعف ما والو اللهم اني صايم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وليد والكاميرا مان مرحبا بكم عندنا هنا في الدار انا سعيد جدا بوجودكم معنا هنايا رمضان كريم لكم ولكل متتبعي قناه البلاد الله يرضيكم صوم السنه الثانيه ابتدائي هكذاك السنه الاولى ماشي ولكن لما وصلت حوالي 9 سنوات كنت نصوم كامل رديتني بعيد بزاف اكثر من 50 سنة للوراء يعني بكل صراحه ما نشفاش اكزاكتومون مي كانوا فرحانين بيا ما تنساش في العائله انا الكبير تسمى توجور وليدهم الكبير يصوم كذا منايا اللي شافيه صمت هكذا كانوا فرحانين بيا هكذا ويحطوا لي الماكله وبابا يما يحطوا لي في الماكله وكل هذه وليدي صافا وكيفاش جوز النهار لاباس ما وجعكش لاباس مع بابا كنت ناكل في الشربه واحد العام مام خاوتي ما على بالهم بها هكذا قبل ما تزوج كون شويه صغير هكذا كي كليت ناكل بالزربه مشكلتي الديفو تاعي ناكل بالزربه رابيد حصل لي عظم هنايا حصل لي بابا الله يرحمه دخل يده كومبلي منه وجبدوني من هذاك النهار يقول لي نقول لك كل بالعقل يما الله يرحمها الله واش تحب في الاكل تاعها نجيبوا لها الياغورت وهكذا بصح احسن اكل تاعها في حياتها تاكل البابا تاع الخبز هذاك البابا بالجازوز يما هكذا كون يجي واحد كيف نجيبوا لك استقلال هذه بابا البابا بالجازوز يما بلادها من اذكار في بجايه في اذكار ساعه واحد من خاوتي هكذا يديها تروح تحب تروح للبلاد هكذا خاطر اخويا مصطفى هذا قالت له يا مصطفى ديني داها هو والزوجة تاعها وراحوا كيما العادة كيما مال داها حطها في الدار هو دا الزوجة تاعها وراح خلاها عند خوالي تما لافامي تاعها تما هكذا وقال العشية كي نجي مولين نعاود نجيبك كي ولا العشية باش يجيبها وراها يما ما كاش يما يعني 10 شهور ديموا بالضبط درت الجزائر أنا وخاوتي الجزائر حاجة أمك مانيش عارف شغل وين راها ما كاش واحد الوقت الكوموندون جروبمون تاع بجايه قلت له اعطيني غير يدها ندفنها باه نرتاح دي موا ما تاكل ما تشرب شوف نقبل كلش في هذه الدنيا نموت ما كان الا يتبحر لك واحد من بعد بعد 10 اشهر صبناها 700 متر في كازما تاع واحد تاع مجاهدين هكذايا اللي صابها واحد الفلاح هو كان ينحي هكذايا صاب شاف كور وش تاكدنا احنا من امنا وكذا منها لا فولار تاعها والعقد تاعها مازال جديد درت اولمبي العناصر مولوديه الجزائر في القبه علي موسى كان يلعب في اولمبي العناصر علي موسى كان يلعب في اولمبي العناصر يعني بكل صراحه ضرب الجزاء شرعية صحيحة لا غبار عليها واحد اللاعب تاع مولودية الجزائر اسمه واحد قطع التريكو تاع علي موسى انا راني نخزر راني نخزر ما صفرتش بيناتي ما صفرتش بيناتي في لاكرون راح يجري لاسيستون جيني في لاسيستون هذاك العام خرج قانون تاع لاسيستون يقول الديريكتور دو جو باللي هي كاينه بيناتي طاهر بالعيد كان معايا راح حواسي درت به رابور سيسبون عام يعني كون نقولوا الحقيقة أنا ظالم هو غلبوا رمضان راح جيف لي وأنا غلبني رمضان ما صفرتش بيناتي ندير مولودية لياسما في سان جويي في الليل ستاد مطلطق معمر في الليل كي درنا المباراة هذايا
كانوا 2-2 في الدقيقة الأخيرة أعلنت عن ضربة جزاء لمولودية الجزائر. كي جا يونس هو اللي نفذ ضربة الجزاء، جاب الكرة حط الكرة خزرت فيها هكذا من بعيد هكذا باش نعطي الإعلان. باش نقول غادني زيدان كي جا خارج يبكي هكذا، قلت له غادي راطيها ما يمرضها. يعني نهار اللي تيراها راطاها خرجت من آخر هكذا، دودي ولاو يتسالموا الدنيا كامل فرحانين، ستان يبقوا على خير يبقوا على خير. نتمنى من الشعب الجزائري إن شاء الله يصوموا بالصحة والهنا، الأمة الإسلامية جمعاء، الشعب الجزائري بصفة خاصة لأنهم أبناء بلدي. الشيء الوحيد الذي أطلبه من الشعب الجزائري يتفكروا بعضهم، لا بد علينا أن لا نترك ولا واحد بدون أكل ولا نرفدوا بعضنا وما يكونش عندنا الجشع.